أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أيها الآباء والأمهات ضيوفنا الكرام أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام أيها الإخوة والأخوات من حفظة كتاب الله وعلومه أهل حفلتنا المبارك نحييكم بتحية ديبتي تحية من القلب يديب شداها مسكا وريحانة وتحمل في ذياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي هودن داود أيها الحضور ذبتم وداوا منشاكم وكتب الله أجر غداكم فحضوركم شرف لنا واسعت قلوبنا فبارك الله فيكم فيما أسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أشكر الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا هذا المكان المبارك على مائدة تعلم الدين الإسلامية لنستعد بتكريم حفظة كتاب الله وعلومه من أبناء مدرسة نجاح الإسلامية أيها الضيوف الكرام أن مدرستنا من أحد المدارس الإسلامية التي انتفع هؤلاء دلوتنا التي انتفع بها كثيرا وتخرج منها العديد وهكذا نلتقي كعاداتنا كل عام بمناسبة الإكرام هؤلاء دلوتي وهذا هو فخر الحقيقي في الدنيا والآخرة فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو غير مما يجمعون حالي بخير الحمد لله يا أي فصل أنت؟ أنا في فصل الأول الابتدائي وأنت؟ أنا كذلك ماذا تتعلم في المدرسة؟ أتعلم مواد كثير منها لغة العربية وحديث الشريف وسيرة النبوية شكرا لك على إجابتك القيمة أنت أولى بالشكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أمسك عليك لسانك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب فضل القيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه التطاول من الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التساؤل من الشيطان فإذا تصاب أحدكم فليرده ما استطاع قصة دوال حديثها تصفاته الصومالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي كلمتان خفيفتان على الإنسان لو كلمات وفرت عربك ثقيلتان في الميزان وكعلوس ميزانك حبيبتان إلى الرحمن ولوجع إليه حقيس وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أمسك عليك لسانك إن العبد أدونك لا يتكلم عفو الله بالكلمة كلمة ما يتبين فيها أصول حقيق سنين ينزل بها وحسك بالريقنا في النار النار تحت أبعد وحكفك ما بين المشرق والمغرب ورح كصباح أيها ورح ودع وحك دير فضل القيام رمضان كفايدين من قام خفك استاذ رمضان إيمان وصوه رميسا واحتسابا حساب سنة
غفر له ولو دفع ما تقدم وحر من ذنبه ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصاعد خطها ما التصاعد ماسي من الشيطان وعسكر الشيطان كعجيز. فإذا تصاعد خطها ماسي أحدكم يقيم اللي ودته واسكعني مستطاع أن تصعد. أهلا بكم يا أولياء أمورنا شرفتم حفلتنا يا مرحبا بضيوفنا أهلا بكم يا معدي علمتني علم يزيد هدايتي أهلا بكم يا والدي ربيتني وبحسن عاطفك سلطاني شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أهلا بكم قرآنك كلامك رحمنك قرآنك معانا قلبي نورنا قرآنك كلامك رحمنك قرآنك معانا قلبي نورنا قرآنك وانا رب ما يستر قرآنك وقلبي تدي قرآنك عليهم السلام بركي بركي إسرائيل مكة أيوك صدي قرآنك بشفرك إسمي دار رمضان أيا نصد دي قرآنك اقرأوا القرآن يا أمة القرآن جبريل أيا نصد دي نبي محمد نكو صد دي عليهم السلام قرآنك كلامك رحمنك.